السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع الجزائر العاصمة لنقف على الأشغال تاع الطريق الساحلي الجديد اللي راح قيد الأشغال. وهنا نروح نشوف الخريطة ونشوف الخريطة، يعني الطريق، المسار تاع الطريق الساحلي هذا المزدوج. هنا نشوف بالرمادي أشغال تاع الطريق هذا هنايا، واللي ينطلق من منطقة ليدو هنا إلى حدود منطقة أرديس هنايا، وسوف يكون متصل بهذا المحول هنا. إذن هذا الطريق اللي تم استحداثه في هذه المنطقة هام جدا، وسوف يسهل المرور والولوج إلى الشاطئ، إلى الساحل في المنطقة هذه اللي خالية من الطرقات، خالية من وسائل الاتصال. إذن بدون إطالة خليكم تتابعوا الصور التي أخذت هذا الأسبوع عن الأشغال في هذه المنطقة. إذن بمناسبة زيارة والي ولاية العاصمة إلى هذه المنطقة تاع الساحل، واللي كما نعلم أن هذا المشروع يدخل في إطار التهيئة العامة تاع خليج الجزائر انطلاقا من ميناء الجزائر إلى حدود منطقة تامن فوست. إذن أترككم مع الصور والسلام عليكم.